إعطاء الثقة للمستثمر من خلال ضبط الأطر القانونية والتشريعية، سيما بالقطاع البنكي، خطوة تساهم في تعزيز الاستثمارات بما يتماشى مع جملة الإجراءات المتخذة لتحقيق النمو الاقتصادي باستراتيجية بعيدة عن قطاع المحروقات. الأطر القانونية لما نتكلم على سبيل المثال فيما يتعلق بالاستثمار الخارجي مساهمة جدا في إعطاء الثقة للمستثمر الأجنبي. لما يكون هناك قانون واضح يعني وبعد تشريعي واضح، سيكون إمكانية استهداف الاستثمار الأجنبي سهل جدا، لأنه كما تعلمين أنه الاستثمار الأجنبي لا يمكن أن يدخل إلا إذا كان هناك أطر قانونية واضحة وأطر تشريعية تساهم يعني في إرساء نوع من الثقة فيما يتعلق بالسوق الجزائري. التضارب في القوانين المتعلقة بالتجارة الخارجية إشكالية أخرى تحول دون الوصول إلى الأهداف المرجوة حسب مختصين. قوانين متضاربة في بعض الأحيان بينها، لذلك يجب أخذ هذا النقص بعين الاعتبار، وهو يعني ما يشكل أمر سهل نوعا ما، ليست من العراقيل الكبيرة، ويمكن للمشرع أن يشرع فيها ويعمل على تناسقها وتجانسها. الضمانات القانونية أول ما يبحث عنه المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، ضبطها وفق ما يخدم الاقتصاد الوطني أضحى ضرورة في وقت توفر الحكومة عديد الامتيازات الاستثمارية للمتعاملين.